نرحب بكم مشاهدينا الأعزاء عبر فضائية نورسات وتلفزيون تلالونيير. وقبل التفاصيل نبدأ معكم بأبرز العناوين. لقاء روحي لعائلات مريم في الأردن. مجموعة الخبر السار تحيي أمسية في زمن الصوم الأربعيني. نورسات الأردن تزور أقدم كنيسة للروم الكاثوليك في السلط. أهلا بكم. أقامت عائلات مريم في الأردن لقاءً روحياً بمناسبة الصوم الأربعيني المقدس، تحدث خلاله المطران ويليام الشوملي حول أهمية الكتاب المقدس في حياة العائلة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. ربنا بيقول أنا الرب هكذا تكلمت وصنعت. في قاعة مار يوسف بجبل عمان أقامت عائلات مريم في الأردن لقاءً روحياً بمناسبة الزمن الأربعيني المقدس تحت عنوان الكتاب المقدس في حياة العائلة، وجاء هذا اللقاء للتأكيد على أهمية كلمة الله في حياتنا وتأثيرها على أفراد العائلة خاصة في زمن الصوم المقدس. واشتمل اللقاء الذي حضره عدد من الآباء الكهنة على محاضرة ألقاها المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، حيث أشار فيها سيادته إلى المعاني الروحية التي يحملها الإنجيل وضرورة أن ننشئ جيلاً مؤمناً مصلياً، فالعائلة التي تصلي هي عائلة مباركة تحصل على الكثير من النعم. لكن مطلوب أيضاً أن تكون كلمة الله فعالة في حياتنا، عندما الله يتكلم علينا أن نصغي، أن نسمع وأن نعمل. كيف تكون كلمة الله فعالة في حياتنا؟ ذكرت الطريقة الكلاسيكية في التأمل في كلمة الله من خلال استدعاء الروح القدس، قراءة النص عدة مرات، التأمل فيه، معرفة ماذا يعني النص في ذاته، معنى التاريخ الحرفي الأول، وماذا يعني كلام الله لي لليوم وهنا. وبعد مرحلة التأمل تأتي مرحلة الصلاة، ثم القصد الصالح الذي يكون ثمرة هذا التأمل. فمن تأمل في كلام الله يومياً على مستوى الفرد أو العائلة يحصد ثمار الروح القدس التي نعرفها: المحبة، الفرح، السلام، الإيمان، العفاف، دماثة الأخلاق، اللطف، الصبر والوداعة. هذا ما أتمناه أيضاً لكل إنسان يتأمل في كلام الله يومياً. عائلات مريم كثير من اللي حكى سيدنا هي موجودة من روح الحركة، يعني قراءة الإنجيل أحد الركائز اللي بتقوم عليها عائلات مريم، وخصوصاً مع العائلة والزوجة والأولاد يكونوا مجتمعين مع بعض ونقرأ الإنجيل لازم يومياً، بالإضافة إلى القصد والصلاة مع بعض. يعني هذه الركائز الأساسية اللي قائمة عليها الحركة، فكانت كتير محاضرته غنية لنا، ورح نستفيد لأنه شرح لنا اليوم شو التوابع. كما أقيمت أيضاً ساعة سجود شاركت بها عدد من الراهبات، ترأسها الأب وسام منصور راعي كنيسة مار يوسف للاتين، حيث قدمت خلالها العديد من الكلمات الروحية والابتهالات والترانيم التي أنشدها المرنم عبد الإسطنبولي. ضمن سلسلة المحاضرات التي تنظمها كاتدرائية البشارة للروم الأرثوذكس في العبدلي بعمان خلال فترة الصوم المقدس، ألقى الأرشمندريت خريستوفروس عطلة محاضرة بعنوان ديناميكية المحبة والتواضع وروحانية الصوم، تركزت بمجملها حول علاقة الإنسان بالله، والتي يجب أن تنطلق من علاقة الإنسان مع نفسه أولاً ثم علاقته مع الآخرين، والمستندة على المصالحة والمحبة والتواضع. رعى المحاضرة التي شهدها عدد كبير من المؤمنين قدس الأيكونوموس قسطنطين قرمش، الذي أكد بدوره أن الهدف من هذه المحاضرات هي إتمام بعض المعالجات المستندة إلى الكتاب المقدس وقوانين الكنيسة. ونحن بفترة الصيام المقدس منسوي هاي المحاضرات حتى نقدر إنه نوصل رسالة لكل أبناء الكنيسة، كيف نقدر إنه نحن نتعامل مع بعضنا البعض بروح المسيح اللي هي روح المحبة، اللي هي كيف نقدر نتصالح مع نفسنا حتى نلتقي مع أخونا الإنسان وبالتالي نلتقي مع الله.
لأنه كتير مهم أنه نحن ما نعمل فقط طقوس جافة، لأنه كتير مرات حياتنا المسيحية إذا كانت فقط بدون جوهر، بدون خبرة المحبة، المحبة الصليب المبذولة بتضحية للقريب، وقتها بيكون كل إشي بنعمله بيكون نوع من طقس. لا، كل إشي نحن بنعمله في الكنيسة هو مش طقس، هو حياة، وهي الحياة نحن لازم نعيشها حتى نقدر نعطيها لكل الأجواء اللي حوالينا. فعشان هيك هي رسالة في فترة الصيام، حتى نعيد نجدد حياتنا الروحية ونقدر إنه نعيش فترة هذا الصيام تكون فترة فيها ثمار روحية، حتى نقدر نكون شركاء في قيامة المسيح اللي هي قيامتنا الشخصية. هاي هي الكنيسة. كل سنة وانتم سالمين، صيام مبارك. تعتبر كنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك في مدينة السلط من أقدم كنائس الروم الكاثوليك في الأردن، حيث تقام فيها الصلوات والقداديس منذ عام 1932. نور سات زارت الكنيسة وأعدت التقرير التالي. تؤكد السجلات الرسمية ودراسات الباحثين أن المسيحيين في مدينة السلط كانوا يشكلون بعددهم في مطلع القرن العشرين أكثر من 20% من إجمالي سكان المدينة، ولأجل ذلك انتشرت في السلط الواقعة غرب العاصمة عمان العديد من الكنائس القديمة والحديثة. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإداد ونستمد منه الحياة. جولتنا هذا الأسبوع من سلسلة حلقات كنيستي كانت في السلط، وتحديداً في كنيسة سيدة البشارة للروم الملكيين الكاثوليك، التي شيدت ببركة غبطة البطريرك كيريوس ديمتريوس الأول عام 1922. تتألف الكنيسة والتي تبلغ مساحتها ما يقارب 1000 متر من طابقين. الطابق الأول كان يحوي على مدرسة للأطفال، والطابق الثاني الكنيسة وقاعة لخدمة الرعية. راعي الكنيسة الأب حكمة حدادين تحدث لنورسات عن رحلة قدوم الأب إلياس سيور إلى هذه المدينة، وقصة استجابته لدعوة عشائرها المسيحية في إنشاء كنيسة لرعايا الروم الكاثوليك لإقامة صلواتهم وقداديسهم فيها. بدأت إرسالية كنيسة الروم الكاثوليك من السلط، بدأت على زمن الأب إلياس سيور سنة 1906. جاء الأب إلياس سيور هنا طلبا واستجابة لطلبات العشائر الموجودة بالسلط، منها الدقم، الحواتمة، أبو خضر، الدبابنة، وسائر العشائر. جاء الأب سيور من القدس وجاء وحل ضيفا عند بعض العشائر. طبعا كان قدومه ليس في هذه الكنيسة بل بالعلالة فوق، وراح نشوف بعشائر دقومة وخصوصا أبو خضر كانت الأرض موجودة. و جاء على الطلب واجتمع مع عشائر السلط. ساعة إذن طلبوا منه أنه يأسس كنيسة الروم الكاثوليك هنا بالسلط. بدأ يأتي من وقت لوقت ويقدس للعشائر في بيوت شعر، وكان حقيقة
الخوري أبو ياسيور هو من زحلة لبناني ذو صوت جميل وغيور وله رسالة ممتازة. كما سرد الأب حكمة حدادين قصة شراء أرض كنيسة سيدة البشارة الواقعة في شارع الميدان وسط المدينة عام 1916، حين تنادت العشائر المسيحية في ذلك العام لجمع التبرعات لبناء الكنيسة الأولى لرعايا الروم الكاثوليك في الأردن، وقد شارك في عملية البناء أهالي السلط من مسلمين ومسيحيين، واستمر العمل بإنشائها حتى عام 1932، حيث جرى احتفال ديني وشعبي كبيرين عند الافتتاح. بتعاليمك المضيئة أنت سراج الطريق، وبأسرارك النفيس ضفنا يسوع الرقيق. فإذن هذه الكنيسة اشتراها، أولا كانت أرض، كانت بيت على قنطرتين، اشتراها سنة 1916. بعدين طلب من المحسنين ومن أهالي البلد السلط أن يساعدوه لبناء هذه الكنيسة، وكان حقيقة المتبرعين كثر من أهل البلد ومن الخارج، فبدأوا في بناء زي ما حكيت لكم في البيت، في بناء بعدين الكنيسة. الكنيسة بنيت سنة 1932. أما المدارس تحت أول طابق بني على زمن البيت 1916، وهي أول مدرسة للروم الكاثوليك هنا في السلط. وأشار راعي الكنيسة الأب حدادين إلى أن الرعية تأسست رسمياً في المدينة عام 1907 حسب مذكرات الأب سيور مؤسس كنيسة سيدة البشارة، لافتاً إلى أن رعية الكنيسة تتشكل من عدة عشائر مسيحية في المنطقة. نأتي إلى رعية الروم الكاثوليك بالسلط. الحلو فيها إن فيها عدة عشائر، منهم الدبابني، منهم أبو خضر، منهم شعبان، ومنهم حلا حداد، ومنهم بعد ناس بن أبو فلسطينيين موجودين الآن. والحلو فيها الكنيسة منوعة. طبعا أخذت تنمو شوي شوي وعملوا مدرسة، والكنيسة الآن هذه فيها تعاقب عليها كهنة كثيرون. وختم الأب حدادين حديثه لنور سات معرفا بكافة الأيقونات التي تتزين بها جدران كنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك في السلط، فقال: أقدم الأيقونات وهي أيقونات مرسومة. هذه الأيقونات جلبها أبونا الياس سيور، جابها من القدس، وهو أيقونات مرسومة رسم وليس صور، وعليها الخشب قديم جدا على صور. بعدين عملنا لها شوية ترميم مشان نحافظ عليها. أنا عملت هنا الأيقونة أولاً حياة يسوع المسيح بالمراحل الكبيرة، من البشارة للميلاد، بعدين عندنا
العشاء الأخير، بعدين عندنا الصلب، القيامة، الصعود، والروح القدس. حلو الروح القدس. الإيقونات في أعلى الكنيسة بتبين القديسات والقديسون. حطيت 12 رسول، القديسة هيلانة وقسطنطين، والقديسة بربارة، والقديسة تقلع. تقريبا صارت كنيستي هنا تحتوي الإيقونات المهمة في حياة يسوع المسيح. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة أنت أمي، ملجأي في كل ضيق، ملجأي في كل ضيق. ما أروع المشهد الرهيب حيث التقى أحيت مجموعة الخبر السار أمسية في زمن الصوم الأربعيني المقدس، وذلك في كنيسة مار الياس للروم الكاثوليك بجبل الحسين بحضور الأب مودي هنديلي راعي الكنيسة والراهبات وجمع من المؤمنين، حيث قدمت المجموعة عدة ترانيم من وحي الآلام ووحي القيامة. أحبك أحبك وفي ختام الأمسية شكر الأب هنديلي أعضاء المجموعة على ما قدموه من أداء متميز، مبيناً في حديثه العمل الخلاصي والفدائي الذي قدمه السيد المسيح على خشبة الصليب، كما قدم شكره أيضاً لقناة نورسات لما تقوم به من مشاركات وتغطيات في العديد من المناسبات وخاصة في هذا الزمن المقدس. وفي ذات السياق كرم قدسه أعضاء المجموعة بتقديمه درعاً تذكارياً لهم كعربون محبة، تقديراً للنشاطات والأعمال التي تقدمها هذه المجموعة. من وحي زمن الصوم وصلاة اليوم احتفلنا بصلاة المدائح، وفي نهاية ختام صلاة المدائح الثانية احتفلنا بأمسية تراتيل مع مجموعة الخبر السار التابعة لمطرنية اللاتين اللي أحيت مجموعة من هالتراتيل بوحي زمن الألام والقيامة، وصلينا مع بعض وتشاركنا مع بعض بمحبة وسلام. ومنشكر جميع الأشخاص اللي تعبوا وحضروا لهالأمسية ولهالصلاة ولهاللقاء في هذا اليوم. منشكر قناة نورسات على محبتها وتغطيتها لهالحدث. كل سنة منسوي مناسبة درب الصليب، هي عبارة عن وقفة فيها منوقف السنة، وقررنا أنه يكون تأملاتنا في أنه قديش هي محبة الله عظيمة تجاهنا. تعرف مع مرور الوقت بتصير محبة الله بالنسبة لنا عادية. إحنا اليوم خدنا اليوم المناسبة عشان نوقف فيها ونشوف قديش عظمة محبة الله، قديش الصليب بتعبير عن محبة الله، قديش هو الصليب هو الطريق الوحيد اللي الله حطه للبشر عشان يجوا بعلاقة حقيقية معه. الهدف من هذا العمل بزمن التوبة والصيام هو نقل رسالة العمل الإلهي اللي عمله المسيح على الصليب. عبة الحنطة
المثنى ذات الطبيعتين زرعت بالعبرات في حضن الأرض أيها الثالوث أب ابن روح ارحم جميع خدمة مدائح السيدة العذراء والتي يحييها المؤمنون خلال فترة الصوم المقدس ترفع فيها الصلوات للعذراء القديسة تكريما خاصا لها. إلى المزيد. الصوم الأربعيني المقدس في كل عام يأتي في مثل هذا الوقت ليحمل معه العديد من المعاني الروحية المرجوة في هذا الزمن، ففيه تبتهل الروح وتتقدس بعيدا عن كل الملذات والأطياب التي ترغبها النفس البشرية، لكن الروح المتعلقة بخالقها دائما تحتاج أيضا إلى نوع من التهذيب، حيث تقام خلال فترة الصوم العديد من الصلوات الخاصة بهذه المناسبة، منها مدائح العذراء التي لا يجلس فيها، فالعذراء القديسة لها تكريم مميز خاصة في هذا الزمن، حيث رافقت السيد المسيح حتى آخر لحظات حياته على الأرض. أياتها الفارق قدسها والدات الإله خلصينا، إننا نهتف إليك بأنغام الأناشيد عن إيمان يا جديرة بكل مدينة. تقام مدائح العذراء في الكنيسة الأرثوذكسية طوال فترة الصوم المقدس كل يوم جمعة، فيه تكون الطلبات والابتهالات موجهة كلها لوالدة الإله، فهي المساعدة والمشاركة في عمل خلاص البشرية. والدة الإله خلصينا، افرحي أياتها السيدة الطاهرة يا مستضيفة للعالم، افرحي يا سلما أصابت الجميع من الأرض بالنعمة، افرحي يا جسرا ناقلا حقا من الموت إلى الحياة جميع الذين يمدحونك. والمدائح هي خدمة تقريض لوالدة الإله مرتبطة بعيد البشارة الذي يقع في الصوم الكبير، وهي عبارة عن نوعين من التسابيح القنداق والقانون، حيث تتلى ضمن خدمة صلاة النوم الصغرى، وهي أيضا خدمة كتابية بامتياز تسخر بصور العهد القديم التي تحكي قصة العذراء مريم واختيارها الإلهي وولادتها الرب يسوع المسيح وبتوليتها وقداستها. فجميع الصلوات التي تقام في الزمن الأربعيني هي تحضير للنفس والروح معا لاستقبال عيد الفصح المقدس، حتى نكون أهلا لهذا العمل الإلهي الخلاصي. Oh.
إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. المطران الشومالي يتحدث حول الكتاب المقدس في حياة العائلة. ديناميكية المحبة عنوان محاضرة في البشارة للروم الأرثوذكس. كاميرا نورسات لهذا الأسبوع تحل في كنيسة البشارة في السلط. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.noursatjordan.com. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.